كابتن زيزو الملفات كتير فحجري معاك في الحوار شويه. اتفضل. ارصد لي ظواهر الدوري حتى الان. اعمال اهداف الكتيره. الاهداف الكتيره. وفي مجازفه وده طبعا مظهر المجازفه الفنيه في الهجوم. مفيش تحفظ في الناحيه الدفاعيه بالشكل الكافي. ودي طبعا نقطه. هل دي سمه بدايه المسابقه؟ بالظبط. سمة على السن لسه الموسم طويل. 38 مباراه. ممكن نعوض. فنلحق نعوض كده يعني. فدي طبعا من اهم المظاهر. النتائج لو تشعر تحس ان هي مرتبطه مش بالمستوى الفني بقدر ما مرتبطه بنتيجه المباراه السابقه. بمعنى ان انا خسرت عايز بقى اشد حين الرجاله عشان نعوض. فتوصل الفرق 3 4 ايام بين المباراه والثانيه هتلاقي تفاوت خطير جدا في مستوى اللعيبه. ده يرجع في المقام الاول لحاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه عمليه الاستشفاء واعداد اللاعب نفسيا. والحاجه الثانيه من اللعيب نفسه. ان اللعيب بينزل المباراه حاسس انه عليه مسؤوليه نتيجه انه خسر الماتش اللي فات او اتعادل. فعايز يعوض. بيعوض بيحس ان هو ريح يروح جاي يحصل نفس الموضوع. فدي بتتكرر كتير جدا مع اللعيب المصري ودي طبعا احد الديفوهات الكبيره قوي الموجوده في اللاعب المصري. طيب اخدك ملف تاني سريع وملف خروج منتخباتنا الوطنيه سواء الشباب او الناشئين من البطولات الافريقيه قبل ما اخدك لملف المنتخب الاول. برايك اسباب الهزيمه اسباب الخروج وهل ده مؤشر ان الكره المصريه هتقعد في غرفه الانعاش فتره طويله لحد ما تستعيد عافيتها مره اخرى؟ هو بص يا كابتن في سبب مباشر وهو التعطيل للكره خلال الثلاث سنين. تمام. ده سبب مباشر. بس في ناس بتقول لك تاثيرها ما هو التعطيل ده كان موجود ايام المنتخب اللي كان بيدربه الكابتن ربيع ياسين وخد بطوله افريقيا. لا معلش برضه الظروف تختلف. هو ربيع عاش مع الفرقه ممكن ربيع خد الفرقه وعمل شغل معين معاهم. وبعدين برضه المستويات الفنيه بتختلف سواء صحيح. اللي عندك انت او اللي بيلعب ضدك. ساعات دي بيبقى ليها برضه تاثير كبير قوي. اعتقد برضه ان يعني المواهب قلت شويه في الناشئين. طب ممكن يديلك سبب وده مهم ليك كرئيس قطاع ناشئين. المسابقات نفسها ضعفت يعني. كان زمان وده عايز اسالك عليه القطاعات يمكن برضو كان امنيا كان في مشكله يعني كنت تروح تلعب الاسماعيلي وتلعب الاتحاد وتلعب المحله دلوقتي بيلعبوا مع بعض هنا كده صنف صنف الخفيف ده برضو مأثر. ما عشان كده قلت لحضرتك المسابقات في الاول وتوقف الكوره فحضرتك قلت بس الشكل بتاعها اللي هو او السبب المباشر فيها. السنه دي في حوالي 3 مسابقات على مستوى الجمهوريه. بس هيبقى فيها صعوبه كبيره جدا لو اتنفذت ودي يمكن كانت مجال مناقشه مع مش شايف انها كويسه؟ هي كويسه بس تنفيذها صعب. ليه؟ لانها مكلفه جدا. لانك انت هتلعب على مستوى زي فرق الدوري الممتاز عدد كبير جدا الفرق نفسها هتنتقل. طبعا حلوه جدا. حلوه جدا. مكلفه. طب النادي الاهلي بيشتكي من التكلفه. لا لا مش احنا بقيه الانديه. بقيه الانديه تبقى صعبه عليها. وبعدين برضه دول تلامذه وطلبه. فبرضه عمليه الانتقال بيحبوا قوي يا كابتن والله يعني لما تروح تلعب في مرسى مطروح مع الرجاء وتروح تلعب مع الاسماعيلي وتروح مع الاتحاد الخبرات كلها كده فرق جدا. طبعا خبرات مهمه جدا. فهي يعني اعتقد السنه دي يمكن لسه ما اتكررتش. انما ممكن تتعمل على مستوى 97 هتبقى برضو بداية. كويسه. يعني انا افضلها تبقى في 97 اكتر من اي حاجه تانية. لسه هتتناقشوا مع الاتحاد فيها مع المنطقه. مع المنطقة بتناقش مع الاتحاد فيها. المنطقة ماشية بشكل كويس يا كابتن معاكم في تعاون؟ لا طبعا جدا جدا. كان في حشيش كويس يا محمد حشيش. طبعا وهاب قصاص وبين القصاص كويس. طبعا وعادل محفوظ كلهم ناس محترمة جدا وكانوا عندي. كنت ابراهيم عصام مدير فني كمان المنطقة يعني حد كويس بالظبط كانوا عندي في يعني اعضاء المنطقة كلهم كانوا موجودين عندي من حوالي 4 ايام في النادي في زيارة كده تفقدية. برضه بيشوفوا الملاعب علشان المهرجان بتاع البراعم اللي احنا بنعمله كل سنة. واتفقنا على حاجات كتيره جدا والتعاون موجود حتى بيننا وبين الانديه. يعني اي حاجه بيني وبين نادي انبي نادي بتروجيت اي حاجه علاقه طيبه العلاقه كويسه الشرطه اي حد طبعا الحمد لله يا كابتن. طب ارجع اسالك هل هتستمر الكبوه طويلا ولا ممكن الخروج منها يا كابتن؟ لا 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 هتخرج ان شاء الله لان الفرقه دي بقى مش عايزه اجيال يا كابتن عشان تطلعها. انما تبص تلاقي عناصر كده عنصر راح طالع بيعمل لك يعمل فرق فعنصر من هنا وعنصر من هنا وعنصر من هنا. فاعتقد دي هتعمل. وبعدين في حاجه كويسه قوي يا كابتن.
انت زي ما كنا بنتكلم عن الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه اللي احنا كنا عايشينها في السنين اللي فاتت دي سايبه اثار سلبيه. النهارده العوده اللي احنا بداناها بفضل الله دلوقتي والاحساس اللي موجود عندنا كشعب ان بلدنا بدات ترجع لنا مره ثانيه بقوه دي عامله نوع من التفاؤل وعامله نوع من استنفار القدرات. وبالتالي تحس ان الناس عندها رغبه ودي باينه قوي على فكره في الاراده اللي موجوده عند اللعيبه كتير جدا في كل الفرق. تحس اللعيبه عايزه تثبت وجودها صحيح. عايزه ترجع مره تانية عايزه انا موجود هي بس الرغبه دي انا نفسي تبقى موجوده عند المتفرج بعيده شويه لسه نفس الرغبه الصادقه دي تبقى موجوده عند المتفرج. الشكل الجميل بتاع اللوحات التشجيع الجماعي يكون موجود نفسي الرغبه بقى اللي هي الصادقه اللي هي تبرز المظاهر الجميله ديت والمظاهر المؤثره ايجابيا تبقى موجوده ساعتها هتبص تلاقي فجاه كده الكره راحت راجعه بكامل عهدها. انت راجل ليك مصداقيه والولاد دول رغم خلافي انا العنيف معاهم لكنه بالنسبه لحضرتك هل فكرت تجيب حد منهم تكلمهم وانت مالكش مصلحه؟ يعني احنا بنصنف لكن انت مش مصنف انت مصنف انت راجل اهلاوي وخلاص يعني هل فكرت تجيب حد الولاد دول تفهمهم ولا والله لما بقابل اي حد منهم بتكلم معاهم وهم بيستجيبوا على المستوى الفردي بالظبط ولما النهارده اكتر من برنامج يا كابتن احمد خلال الشهور اللي فاتت او السنه اللي فاتت دي كلها وجهت لهم رسائل بشكل مباشر وغير مباشر ولا زلت بقول ان هم اللي ما عندهمش استعداد يرجعوا هم اللي رافضين يرجعوا هم الولاد المتفرج هو اللي رافض يرجع وانا على فكره ما بصنفش المتفرج انا بقول المتفرج ليه لان المتفرج ده ايا كان بقى التراس او غير التراس المهم ان هو لما يروح يتفرج على ماتش كوره ده لازم يروح عشان يستمتع ويفكر وهو رايح انه ياخد اخته معاه يفكر ياخد بنته معاه يفكر هو مراته يروحوا يفكر هو الاسره يروحوا فيتخيل بقى وهو رايح بالمنظر ده ازاي يشجع بالشكل الجميل علم مصر اللي ارتفع في 2006 وكان في نسبه البنات اللي كانت موجوده صحيح. بشكل جميل وبشكل محترم كانت حاجه جميله جدا فانا اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقهم بس وربنا يهديهم كده ويرجعوا زي ما كانوا ان شاء الله. طيب خليني اسالك الاهلي في افريقيا الاهلي في نهائي الكونفدراليه هي البطوله الاقل وبطوله الابطال هي الاقوى لكن وصول الاهلي للنهائي بالتاكيد يبقى لازم نتكلم على جريده راي حضرتك في ايه في طريقه لعبه شكلها بدون تحفظ وسيوسبور الايفواري كيف ترى هذا اللقاء؟ هو طبعا جريده كمدرب انا دايما عندي مبدا ان انا طالما مدرب شغال ايا كان هذا المدرب يبقى لابد ان انا ادعمه بالقدر الكافي. نعم كويس دي نقطه. النقطه الثانيه انك انت تقيمه من خلال فتره صغيره زي اللي فاتت دي اعتقد دي مش مظبوطه. ليه؟ لان في اسباب لم تتوفر له وهتتوفر له مع الوقت زي عوده نجوم مثلا دي بالنسبه للنادي الاهلي زي عبد الله السعيد وزي جده وغيره وقبل كده وليد سليمان رجع مجموعات اللي شوف انت عوده وليد سليمان مثلا فرقت جدا اضافت قد ايه للفريق مثلا برضو عوده واحد زي حسام غالي اللي مستواه بعد كده اعتقد هتفرق كتير جدا حسام عاشور لما يرجع مره تانية بعد الاصابه والايقاف هتبص تلاقيه برضه هيفرق فانت النهارده التوليفه بتاعه الفرقه لم تصل بعد للتوليفه الكامله وبالتالي الانسجام لا يمكن هيكون كامل اذا رغم الوصول للنهائي برضه تقول من المبكر الحكم على ده مش عايزه كلام حتى بصرف النظر عن كسب السوبر ولا حاجه وحتى لو كسب افريقيا لو كسب افريقيا دي هي نبدا بدا يعد بمصر هتديله يا كابتن زي ما اديته دفعه معنويه في السوبر عاليه في السوبر هتديله دفعه اقوى شويه يبتدي يكمل بيها ودايما النادي الاهلي زي ما بقول لحضرتك ايه بيضيف كتير قوي لاي مدرب بيبدا فيه او بيشتغل فيه فانا اعتقد الفتره الجايه يمكن الوقت في صالح النادي الاهلي. هتكلم معاك الراجل جه اتفرج على تمريرات الناشئين ولا ما عندوش ابنه ده. عندي في ال ابنه هو عنده كام سنه؟ ابنه مواليد 2004 بيلعب في اكاديميه ولا بيلعب في لا لا في, في القطاع كويس بيعرف؟ بيجي يعني عنده فكره مش بطاله ومبسوط الولد من لعبه جدا جدا هو نفسه مبسوط جريد لا بيجي يتفرج عليه بيجيبه يوم في الاسبوع والله. هو بيجي معاه يوم في الاسبوع اللي هو يوم اجازته يوم اللي عنده تمرين الصبح مثلا واحنا عندنا تمرين بعد الظهر فبيجيبه ويجي اتحاورت معاه يا كابتن زيزو؟ ما اتكلمش معاه كتير لا ما اتكلمش معاه فنيا بلاش تقول انه راجل مهذب يعني لا طبعا مهذب جدا
وراجل برضو يعني كان عنده شيء من الخوف في البداية. أنا استشعرتها لما قعدت معاه أول مرة طبعاً. بس بعد بعد السوبر بدأ يبقى عنده شوية ثقة في نفسه ودي دي مهمة قوي يا كابتن. خلينا ناخدك في ملف هو الأهم، منتخبنا الوطني البداية غير موفقة بالهزيمة أمام السنغال في السنغال ثم أمام تونس وشكوى شوقي غريب المستمرة من أن هناك مؤامرة وهناك تصفية حسابات وأنه البعض بيتربص بيه وأنه راجل بيبني جيل الناس مش مصدقه ان شوقي بيبني جيل. عشان اكون امين معاك، الناس لها اللي قدامها، الناس لها ان احنا نوصل نهائي الامم الافريقيه، ان احنا ننافس، ان احنا ننافس على يعني الفوز ببطاقه الصعود الى كاس العالم. شايف الصوره عامله ازاي يا كابتن سيف؟ هو بص انا اقول لك حاجه، انا بطبعي مش متشائم بس بس ما اقدرش اقول لك انا متفائل قوي، واخد بالك يعني ليه؟ لان انا ببني التفاؤل بتاعي على حسابات. نعم كويس. انا اعتقد ان منتخب مصر في مرحله يعني ما تمش فيها الإحياء والتجديد بشكل كافي، والمرحلة دي كانت بعد الفوز ب 2010. كان لازم ساعتها يحصل عملية دعم وتغيير صحيح. في الفريق ما تمتش، وعلى فكرة الكلام ده أنا قلته في حينه. نعم. في الوقت نفسه يعني، فدي عملت خلل. النهاردة المدربين اللي جم بعد كده سواء برادي أو شوقي غريب الاثنين بيعانوا من هذا الموضوع. بس انا شايف ان الوضع دلوقتي بالنسبه لشاوي افضل من الوضع اللي كان عليه برادلي، لان برادلي كان معظم اللعيبه المتميزه جدا كانت بعدت يا اما عن مستواها يا اما بطلت ولم يبقى منها يمكن غير واحد او اثنين. خلاص مظبوط. كويس. برضو عشان يعني نتكلم في ايجابيه، اعتقد ان بعد بدايه المسابقه بتاعت الدوري العام بدا يظهر بعض العناصر، لان اختيار كابتن شاوي في الفتره اللي فاتت دي يعني ما كانش موفق بالدرجه الكافيه. اعتمد على اسم اللعيب اكتر ما اعتمد على الحاله الفنيه بتاعته. فهدية طبعا وهو نسبيا معذور فيها، ولكن النهارده هو بقى عنده الحاله بقت متوفره. بقى عارف مين الكويس ومين اللي حالته كويسه، لان انا النهارده بلعب مباريات على فترات متباعده ومباريات مهمه جدا ما ينفعش فيها ان انا اخسر. ده من ناحيه، فالمفروض الاختيارات بتاعته دلوقتي تبقى بناء على الفورمه بتاعت اللعيب، الفورمه اللي هي الحاله. انت ممكن تكون لعيب احسن مني وامكانياتك احسن مني بس فورمتك مش كويسه. فانا بختار النهارده عشان الايه؟ هذه المباراه. ودي احد المزايا اللي بيتمتع بيها المدير الفني للمنتخبات غير النادي، تبقى مجبر تلعب دي ناحيه. من ناحيه ثانيه، ويمكن هيختلف معايا الكثيرين جدا من زمايلي المدربين ويتفق معايا البعض. انا شايف ان طريقه اربعه من الناحيه الدفاعيه بالنسبه لمنتخب مصر غير مناسبه بالمره. كويس. فلابد يحصل نوع من التغيير في الطريقه، خاصه في الجانب الدفاعي. لان انا النهارده يا كابتن انا لغيت التغطيه اللي هي اهم سمات الجانب الدفاعي. والحته دي النهارده مع المنتخبات الكبيره زي تونس والسنغال بقت سهل عليهم ان هو يحضر تحضيرتين وسرو باص. حضرتك ارجع للكوره ماتش تونس وماتش السنغال، هتلاقي الكوره كلها، ارجع لماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي، هتلاقي الاجوان من القلب. فمعنى كده ان في هنا خلل، وده خلل بيرجع لثقافه اللعيب المصري. وده مش عيب ان انا اغير طريقه، مش عيب، مش مشكله بحيث ان انا اكسب، مش عيب. نعم. بص يا كابتن، مفيش طريقه عظيمه صحيح، ولا طريقه متميزه، ولا طريقه ثابته، ولا طريقه ثابته، في طريقه نعم. مناسبه. نعم. مناسبه لايه بقى؟ للامكانيات والقدرات المتاحه عندك. تنورتنا وشرفتنا كابتن. ربنا يبارك فيك كابتن، انا سعيد جدا ومتشكر جدا. بشكركم اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا دكتور مدحت العدل. حلقه جميله، اقعدوا اتفرجوا عليها، حلقه يعني اقعدوا، مش هقول لكم مفاجاه الحلقه عامله ازاي، بس اقعدوا اتفرجوا. هو طبعا هيكون زعلان عشان الزمالك اتعادل، بس هو يعني احنا بنتقابل كل يوم، احنا داخلين لصوت رقم الاستوديو، هنعمل له ايه اكتر من كده يعني؟ لكن اتفرجوا عليه في حلقه من الحلقات المميزه دائما. اشكركم اعزائي المشاهدين، غدا هنكون معاكم في استوديو تحليلي باذن الله بدءا من الساعه 6، لان عندنا مباراه وادي دجله والشرطه. شكرا ليكم وسلام عليكم.